مرحبا، رحب بكم اجمل ترحيب بسوالف اهلنا. سؤال اليوم بسوالف اهلنا يقول شنو الاشياء اللي تنتظرها بفصل الشتاء؟ تعالوا نشوف اراء الناس بهالموضوع وبعدها راجعين حتى نكمل. جيجين، شنو الاشياء اللي تنتظرها بفصل الشتاء؟ والله تنتظر الجو شويه يبرد، حتى تقعد تلبس زين تنسق، لان الصيف انت محكوم به، يعني ما تقدر تلبس به وايد. الشتاء اكثر من قطعه تقدر تختار الوانك تنسيقاتك وتكشخ. اكثر شيء احب الاشياء بالتصوير، تصويرها يكون راقي بالامطار وبالاشياء القويه تنطلع نتائج كلش حلوه. اهم شيء كاظم الساهر بالصوت ترى تعرف والله الجو جميل وشاعري. مليون هلا بأهل البحرين. اهلا بيك. نورين العراق. نور نورك. شلون شفت العراق؟ حلوه. حلوه. جميلة. الحمد لله. هذه أول زيارة لك؟ لا، ثاني مرة. ثاني مرة. يلا إن شاء الله تصير ألف مرة. إن شاء الله. تنورون الدنيا. نور نوركم. شنو أكثر الأشياء اللي تحبين تسويها بفصل الشتاء؟ أكثر شيء إحنا ننتظر فصل الشتاء حق البار والتخييم. البار. إيه. حلو. إحنا هنا نسميها كشتة. إيه بالضبط. صح. إيه صح. شنو الاشياء اللي تنتظرها بفصل الشتاء؟ اشياء انتظرها بفصل الشتاء طبعا بعيدا عن الجو الحلو اللي هو احلى شيء بالشتاء، طبعا الشلغم. حلو. الشلغم ولا هاي الشغلات ما نقدر نستغنى عنها. حلو. دبس الراشي علاقتك شلون بيها؟ دبس الراشي الريوق ما يخلى عنه والله. لكم فاتحين من يوم بيتكم. شنو الاشياء اللي تنتظرها بالشتاء؟ واش منتظر من الصيف حتى انتظر من الشتاء؟ يعني كل شيء ما منتظر. كل شيء ما منتظر. انت معزوم غير عرس. ايه. احلى شيء من تصعد بالسياره أيه. والدنيا جايه تمطر أيه. وتسمع ماجد المهندس. قبلك سويتين انضربت بوري. شنو الاشياء اللي تنتظرها بفصل الشتاء؟ فصل الشتاء يعني نتخلص من الحر مال الصيف، كهرباء ما عندنا يعني أيه؟ شوي نرتاح من الناحيه بس شوي توتر يقل. الاعصاب تدربين لين ماكو حر. اي بالضبط. بعد ما سمعنا آراء شبابنا وصلت وياكم الختام سوالف أهلنا. هسه أقول لكم باي باي. خوش حكي احنا نحكي.